لان تجربه السمارت هاي بيم، تجربه السمارت هاي بيم لازم تكون ماشيين اول شيء على سرعه 120 على دي، بعدين مجرد ما غطينا لازم نحط الفوتو لايت ونحط فوتو لايت بالطريقه هاي، ونحط برضو الهاي بيم على اوتو لايت، هاي بيم على اوتو لايت بالطريقه هاي لبرا، هاي بيم على اوتو لايت. يعني اذا جينا هون غطينا الكاميرا المفروض يفتح الهاي بيم، اوكي بالطريقه هاي. اذا شلنا عن الكاميرا غطينا الكاميرا بفتح الهاي بيم، شلنا ايدنا على الكاميرا بسكر الهاي بيم.